أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في عمره، اللهم بارك لنا في صحته، اللهم ارزقنا حسن الأدب معه حتى نتلقى منه يا أرحم الراحمين العالمين. اللهم بارك لهذا الزوجين في زفافهما، اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك فيهما، واجعل بينهما مودة ورحمة. اللهم يا ربي ذنب من الجميع، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. أما بعد، بعد إذن سيدي، جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، يعني في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جميع طرق البلاغة وجميع الطرق التي يمكن أن يتصل بها يعني مع جميع الناس كيفما كان نوعهم وكيفما كان جنسهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين وأرسل إلى كافة الخلائق، وهو آخر الأنبياء وآخر المرسلين، ولذلك آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث يمكن أن تتشبث به وأن تحاول تطبيقه على نفسك وتحاول فهمه وتطبيقه فإنه يوصلك إلى بر النجاة بإذن الله. فهذا الحديث يعني دل على عمل من أعمال المسلمين وهو ذكر الله عز وجل. ويعني هذه الخصلة وهو ذكر الله عز وجل وهذا العمل، بحيث قال بأن الذي يذكر ربه، أعطانا مثال، يعني هو كان يضرب الأمثال، كان يضرب الأمثال ليوصل الفكرة أو ليبلغ هذا الدين للناس وليتنزل لعقولهم على حسب ما يفهمون. فهنا أعطانا يعني شخصين، أما أحدهما فيذكر الله عز وجل وأما الآخر فلا يذكر الله سبحانه وتعالى. فأما الذي يذكر الله عز وجل فهو حي، وحينما نقول حي فإن الحياة حولها تدور جميع الصفات الأخرى. فمن لا حياة له لا يمكن أن يتكلم، ومن لا حياة له لا يمكن أن يريد، ومن لا حياة له لا يسمع. إذن فهذه يعني الصفة، وهي صفة الحياة، هي التي تجعل من الإنسان إنسانا حقيقة. فهو يسمع وهو يرى، يبصر وهو يفهم وهو يريد، وهو لأن جميع الصفات الأخرى تطوف حول هذا يعني فلك الحياة. أما الذي هو لا يذكر الله فهو في الحقيقة ميت. وأنتم كما تعلمون أن الميت يعني الفرق بينه وبين الحي أن تلك اللطيفة الروحانية أو ذلك السر الرباني قد غادر جسده، وأصبح جسده يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يرى، لأن ذلك السر الذي به يبصر أو يسمع أو يرى قد غادر هذا الجسد وأصبح جثة هامدة يعني لا قيمة لها، ولا يعني بالعكس يجب التخلص منها بسرعة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا بشاعة من لا يذكر الله عز وجل. فلا أحد يرضى أن يكون غافلا وأن يكون مع الأموات. فيعني ذكر الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون صفة قائمة بنا دائما نذكر الله على جميع أحوالنا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كان
يعني حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني أحواله، فقالت كان يذكر الله على جميع أحيانه، وكان لا يذكر الله إلا في الخلاء، ولكن بعد ذلك حينما يخرج يقول غفرانك غفرانك غفرانك، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغيب عنه مشاهدة الحق وعظمته أبدا صلى الله عليه وسلم. لكن يعني إذا كان هذا يعني هو الذكر، فكيف تجد المسلم يعني لا يعطي قيمة لهذا العمل؟ سبحان الله، هو مسلم تبارك الله ملتزم يعني بكثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني لا يذكر الله عز وجل. فإذا سألته هل أنت تذكر الله، يعني كم تذكر الله في اليوم؟ ربع ساعة، نصف ساعة؟ هل تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل تسبح الله عز وجل؟ فتجده ليس يعني هذا الأمر ليس واردا في حياته، وهذا يعني أمر خطير في تربية الشخصية المسلمة. إذا كان الإنسان لا يجعل في برنامج يومه وليله وقتا لذكر الله عز وجل، فهذا يعني كيف تتقوى روحانيته؟ كيف يكتسب هذه الحياة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أردتم اكتساب هذه الحياة فعليكم بذكر الله، إذا لم تريدوا اكتساب هذه الحياة فلا تذكروا الله، فأنتم ضمن الأموات. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى حين بين حال هؤلاء الذين لا يذكرون الله وهم الغافلون قال لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين يبصرون، حتى قال سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني الله عز وجل بين حالة الغافل هنا، يعني كيف حتى يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى قيمة الأنعام وهي الحيوانات، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى يعني نزع منه حتى هذه القيمة وقال بل هو أضل من الأنعام، لأن الأنعام شأن آخر. لو أطلعنا الله سبحانه وتعالى على الأنعام لوجدناها كله تسبح الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون متناغما قائما على تسبيح الله عز وجل. فلو فتح الله بصيرتك أو سمعك لسمعت كل من حولك يسبح الله عز وجل. فإذا أنت حينما تغفل فأنت تخرج يعني من هذه الدائرة ولا تسير في هذا الانسجام وهذا التناغم الذي يسير عليه الكون. لهذا فإن يعني الغفلة يعني شأنها خطير نعوذ بالله منها. ولكن يعني طيب هذا هو الذكر، فالإنسان يجب عليه أن يقول لماذا هذا الذكر يعطي هذه الحياة؟ لأن أنت حينما تذكر يعني فطلبك المذكور وليس الذكر في حد ذاته. وإذا أردنا أن نعرف قيمة الذكر بالضبط فإننا نرجع إلى العبادات كلها، فما هي في الحقيقة إلا تجسيد لمعنى الذكر. فالصلاة ما هي إلا أنواع من ذكر الله عز وجل، يعني ما هي إلا مأدبة روحية يعني يتغذى منها روح الإنسان وعقله عبر هذه الأذكار المختلفة. ففيها تكبير وتسبيح وتقديس وتلاوات لكلام الله عز وجل، يعني معناه بأنها كلها مأدبة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لأن الذي يدخل إلى الصلاة ويذكر الله عز وجل ولا يفهم معاني هذا الذكر ولا يستحضر معاني هذا الذكر فهو في الحقيقة غفيل في صلاته، هو يصلي ولكن هو في غفلة. فأنت حينما تقول الله أكبر هل تفهم معناها؟ ماذا؟ إذا لم تفهم معنى يعني مجرد الدخول إلى الصلاة الله أكبر فهذا شيء يعني عظيم. ثم بعد ذلك التسبيح، ما معنى التسبيح؟ ما معنى التقديس؟ إذن هذه الأذكار في الحقيقة هي تحمل معاني معينة كلها تدور حول التوحيد. ومن لا يفقه الأذكار هو لا يعرف توحيد الحق عز وجل. حينما يقول مثلا يعلم النفس أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فيجب علينا أن نستشعر هذا المعنى. إذا لم نستشعر هذا المعنى ونأخذ هذا المعنى ونعتقد هذا المعنى، يعني فنحن لا نفهم الذكر أبدا. إذا كان الحج الإنسان يقطع المسافات وينفق الأموال للذهاب إلى الحج وما هو إلا لذكر الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله اذكروا الله في أيام معدودات، يعني أعدها الله سبحانه وتعالى يعني نسافر لذكر الله عز وجل. ثم يعني المعاني التي تقوم حول الحج هي معاني عظيمة. الذي لا يفهم ذكر الله سبحانه وتعالى لا يفهم المقصد الحقيقي من الحج ولا يأخذ من الحج إلا القشور، ولا يفهم المعنى الحقيقي لأن ما معنى الحج؟ يعني
يعني هو القصد وقصده إلى ماذا؟ تلك القبلة التي يتوجه إليها المسلمون كل يوم، يعني من أصقاع العالم كل واحد يتوجه نحو الكعبة. أنت خلال سنين وأعوام طويلة أنت الآن قد ذهبت إلى هذه الكعبة وتطوف حولها، إذن هو يدل على درجة من القرب، درجة عظيمة. إذن هذا الذي يطوف حول الكعبة فهو يعني يتأمل معنى معين ويستحضر معاني معينة، وأما الذي دخل الكعبة فشيء آخر. إذا دخلت الكعبة فهناك لم تبقى جهات، وهناك تصل إلى نقطة اللا جهات واللا زمان ولا مكان. فيعني الإنسان يستحضر، فكل الأذكار في الحقيقة تؤدي إلى هذا الأمر، ولكن الذكر ليس على مستوى واحد، والذكر له آداب وشروط. إذا رجعنا إلى ما تكلم فيه العلماء عن الذكر فإننا نجد العجب العجاب في آداب الذكر. كيف نذكر الله عز وجل؟ ما هي الآداب؟ كيف أنت تكون في حالتك النفسية؟ كيف تكون في طهارتك وفي جسدك وفي المكان الذي تذكر الله عز وجل؟ وماذا تأكل؟ هل تراقب لقمتك؟ هل هي من حلال أو من حرام؟ إلى غير ذلك. يعني هناك آداب كثيرة ليؤدي هذا الذكر معناه. ثم أن هذا الذكر إذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى ولكن تذكر بقلة، لا تذكر كثيرا، يعني فأنت لم تدخل في مقام الذاكرين، بل على عكس ذلك يعني نخاف على أنفسنا أن ندخل يعني في صفات المنافقين، فقد قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني أثبت لهم الله عز وجل الذكر، يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا. يعني هم لا يذكرون الله لوجه الله ولا يستمرون على الذكر، وإنما يذكرون في أوقات معينة لأغراض معينة لشيء معين. أما المؤمن فهو يذكر الله على جميع أحيانه، لأن في القرآن الكريم في الشريعة بصفة عامة جميع الأعمال كيفما كانت حدد الله لها زمانا ومكانا كلها ومقدارا معينا. فمثلا الصلاة يعني 5 صلوات في اليوم، الحج مثلا مرة في العمر، الصيام يعني شهر إلى غير ذلك. إذن حدد مقدارها سبحانه وتعالى. إلا الذكر فقد أمر الله عز وجل بذكره كثيرا، فقال سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم الله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن الحالات ديال الإنسان كلها هي هذه، إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنبه، ليس هناك حالة ثالثة للإنسان، بمعنى أن الإنسان مستغرق في ذكر الله، ليس له يعني ليست هناك حالة لا يذكر الله عليها، يعني معنى الكثرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويمدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن لابد لنفهم ولنصل إلى معنى الذكر، لابد من الدوام على الذكر، ولا يحتقر الإنسان الذكر في البداية يقول إنني أذكر باللسان وهو لا يؤدي نتيجة أبدا. فقال أحدهم لا تحقرن ذكر اللسان لغفلة، فالمطلوب منك دوامه، ترزق الحضور وخيره وتدرك علما يحار العقل دونه. إذن المقصود هو الدوام على الذكر، وإن كان في البداية هو ذكر اللسان، لكن إذا استمر عليه الإنسان يأتي يوم فيه يدخل هذا الذكر إلى القلب، ثم يتشعشع القلب بهذا الذكر فيصبح يعني هو معنى، يصبح معنى يعني معنى فيه هو في ذاته، هو معنى معين، هو فكر، هو نوع من الشهود لعظمة الحق سبحانه وتعالى، وإن لم يحرك لسانه. ولذلك قالوا يعني الإنسان إذا عرف الله كل لسانه فهو يشاهد من معاني العظمة ومن معاني التقديس ومن معاني التنزيه ما يكل اللسان عن الحديث به. ولذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما يعني أعيز به صلى الله عليه وسلم يعني آخر ما قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذا الذكر يعني له أصول. يعني لماذا القرآن يركز على قضية الذكر؟ لماذا السنة تركز على، ولماذا نحن لا نهتم به؟ لأن الناس لا يعرفون بأن الذكر هو مدرسة،
الذكر ليس هكذا ما الإنسان يشوف ناس كثير يذكروا الله وش يقول؟ هذو الفقراء هذو الناس اللي لها هو ياكلوا الطعام. لا، هي مدرسة، هي مدرسة لها رجالها، هي مدرسة لها تراث، هي مدرسة لها تراث، تراث وتاريخ. يعني فليرجع الإنسان إلى المصادر الأساسية. قيل للجنيد رضي الله عنه: بما وصلت إلى هذا يا شيخ؟ فقال لهم: لجلوس عند ذلك الدرج 30 سنة. فهذا في 30 سنة فهو في حوار مع السماء وهو يذكر الله عز وجل، لذلك فتح عليه الله بالعلوم التي تحار العقل فيها. فقد كان يجتمع في درسه العلماء والأدباء والفقهاء، وكل أحد يأخذ يعني ما يهمه في ذلك. حتى أن أحدهم قال له، وهو من الفقهاء، قال له: يا شيخ، وكان يتكلم في التوحيد، قال له يعني: أملي علي هذا لأكتبه. فكرره له بصفة أخرى وبطريقة أخرى دائما في التوحيد. فقال له، قال له: لو كنت أنا الذي أمليه لأمليت عليك، ولكن هذا يعني فضل الله سبحانه وتعالى، يعني بأن الله يلهمه كيف يتكلم في التوحيد. لأن التوحيد هو عقيدة، التوحيد عقيدة، يعني هي عقيدة حية، يعني لا يمكن أن تقول سبحان الله وأنت لا تقدس الله عز وجل، لا تسبحه، لأن هناك التسبيح وهناك التقديس. ربما يقول الإنسان: كيف أنا أسبح الله وأقدس الله وكيف أعرف أسماء الله وكيف؟ ألست أنت ابن آدم؟ أبوك آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي علمه الله الأسماء كلها، أليس كذلك؟ قد يقول قائل: علمه الله أسماء الأشياء كما ورد في بعض التفاسير. سبحان الله، من هو أعظم شأنا ومن هو أقرب للعبادة؟ أعلم الأسماء أم تعلم الكأس والبراد وكذا وكذا وكذا؟ يعني هنا يعني نحط من قيمة الإنسان والإنسانية في حد ذاتها. علمه الله سبحانه وتعالى جميع الأشياء وعلمه أسماءه سبحانه وتعالى، وإلا لما عجزت الملائكة ولما طلب الله سبحانه وتعالى أن تعطيه التحية وتسجد له، والسجود لله في الحقيقة هو تكريم وتشريف، إنما السجود هو في الحق لله، وإنما آدم كان بمثابة القبلة، أما السجود فكان لله سبحانه وتعالى ليس إلا تشريفا وتعظيما لما يحمله هذا الإنسان، هذا المعنى الإنساني. يعني هذا نقول فيه الإنسان، نعم، لأنه وصل إلى حقيقة الإنسانية. أما الذي لا يعرف أسماء الله عز وجل والذي لا يعرف العقيدة حق المعرفة فهو في الحقيقة لا نقول فيه إنسان كامل، يعني هو إنسان ولكن بمعنى ذكر أو أنثى أو كذا أو كذا، ولكن يعني الإنسانية الحقيقية لم يصلها. إذن أنت كذلك إذا ذكرت الله عز وجل سوف يعلمك من أسمائه وسوف يعلمك من أسرار هذه الأسماء. سبحان الله، لا أدري لماذا الإنسان يضع لنفسه حدا لطموحه، يعني في المجالات كلها لا نضع حدا لطموحاتنا خاصة في مجالات الدنيا، ولا أدري كيف الإنسان هو يعبد الله ولا يترقى، لا يطلب ترقية. يعني هناك إنسان مثلا دخل الوظيفة العمومية فهو يريد في آخر الأمر ولما يخرج متقاعدا يخرج مثلا يعني بإطارا كبيرا ليكون له دخلا محترما. ولماذا الدين سبحان الله؟ لماذا الإنسان كلما نحن نؤمن بالتقليل، نحن مسلمون بالتقليل، يدخل الإسلام يصلي كما يصلي أبوه ثم يعني هذا هو كل عمله، وربما يتعلم بعض الأشياء، ولكن أبدا ما فكر في قضية أنه يترقى في الدين. لماذا نترقى؟ أليس الدين هو ترقي؟ هذا الدين الذي لا يرقيك، هذا التدين ليس الدين، لأن فرق بين الدين والتدين، هذا التدين الذي لا يرقيك ولا تحس بتغير أحوالك يوميا، ولا تحس يعني بفهم جديد يوميا، ولا تقرأ القرآن قراءة جديدة يوميا، ولا تقرأ السنة قراءة جديدة يوميا. إذن ماذا يعني كيف هذا التدين؟ لم يعطيك شيء. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه قال: هل فضلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه الله يؤتاه المؤمن أو الإنسان في كتاب الله وسنة رسوله. يعني هذا الفهم لا يأتي هكذا، وإنما لا بد أن يكون لك تجاوب مع الكتاب والسنة. يعني لا تقرأ قراءة تقليدية، يعني قراءتك من أجل ماذا؟ لأن قراءات التشريع الإسلامي أو القرآن والسنة هي قراءات مختلفة ومتعددة، كل واحد يقرأ
تقرأ القرآن مثلا من جانب معين، فما هي قراءة القرآن؟ ماذا أخذت من القرآن؟ ماذا فهمت من القرآن؟ يعني كتاب الله عز وجل يعني يبقى وجزة خالدة إلى يوم القيامة، لأن هو موردنا، هو موردنا الروحي، هو موردنا التشريعي، هو موردنا الأخلاقي، هو موردنا الفني، هو كل شيء موجود في القرآن الكريم. إذا ماذا أخذت أنت من القرآن الكريم؟ إذا إذا كان الإنسان لا يذكر الله عز وجل فقلبه لا يستطيع التحاور مع القرآن الكريم، ولا يستطيع استقبال يعني ما يأتي في القرآن الكريم ولا في السنة، لأن قلبه محشوب بأمور كثيرة وهو لا يريد أن يترقى. اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، كيف يعني الترقي؟ نفكر فقط في الجنان، أنت ترقى حتى هنا، يعني الترقية تكون حتى هنا تترقى. لماذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل تكلم عن المسلمين وتكلم عن المؤمنين وتكلم عن المحسنين وتكلم عن الأولياء وتكلم عن الصديقين أليست هذه درجات في الدين؟ لماذا أهملناها؟ لماذا لا نفكر فيها؟ لماذا لا نعمل على إحياء هذه المقامات التي هي مناصب دينية عظيمة؟ لماذا نحن دائما يعني ديننا هو دين التقليد، يعني ولا نجتهد يعني للترقي في الفهم، في السلوك، في الأخلاق، في العقيدة، في كل شيء؟ إذن فهذا يعني بعض يعني ما يشير إليه هذا الحديث بأن الإنسان لماذا هذا لا يترقى؟ لأن في الحقيقة ميت، يعني عبادته لا تقربه إلى الله عز وجل، بل في بعض الأحيان هو يظن أنه يقترب من الله وهو يبتعد عنه، بحيث إذا فتشنا في صلاته وفي توجهه للحق سبحانه وتعالى وفي فهمه وفي اعتقاده، ربما نجده نعوذ بالله هو يظن أنه يقترب من الحق وهو يبتعد. ولذلك قال أحدهم يعني سيئة يعني أوصلتك إلى الله خير من معصية يعني فصلتك عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، لأن أنت يعني ارتكبت ذنبا، والذنب مكتوب على الخلائق، كلنا نخطئ وكلنا مذنبون، ولكن هذا الذنب دفع بك إلى باب الله وهو التوبة، ثم تضررت في ذلك وأنت تدعو الله وتبكو وهاربا من ذنبك هاربا إلى أن تصل الحق عز وجل. بالعكس يعني آخر هو يقوم بالطاعات، ولكن هذه الطاعات تكسبه عجبا وغرورا وغلظة في القول والعمل وفي النظر إلى الناس، يعني هو دائما ينظر نفسه بأنه هو أعلم الناس وهو أفضل الناس وهو أنور الناس وهو أحسن الناس وهو يفهم جميع الناس، يعني وأي عبادة هذه؟ ألا تبعدك عن الله عز وجل؟ هذا هو البعد الحقيقي. أما ذلك الإنسان الذي عصى الله وهو يبكي وهو هارب إلى الله من ذنبه فهذا هو القريب من الله عز وجل. ولذلك قال أنا يعني القريب من المنكسرة قلوبهم، المنكسرة بالذنب وهم تائبون إلى الله عز وجل. إذن هناك الذكر هو مدرسة تعلم الإنسان، خاصة إذا كان هذا الذكر يعني بإشراف شيخ مربي يعني يعرف معنى الذكر ويعرف دلالات الأذكار ويعرف أسرار الأذكار، يعني فهذا تستفيد منه أكثر في ذكرك، يعني الذكر الذي تذكره وحدك فرق كبير بين هذا وهذا، لأن كل شيء له أستاذ وكل شيء له معلم وكل شيء يعني أنت تذكر الله عز وجل. نعم يعطيك الله سبحانه وتعالى من الثواب لأنه الكريم سبحانه وتعالى لا يبخل سبحانه وتعالى، هو وعدنا من قرأ ألف لام ميم يعني كل حرف عنده 10 حسنات ويضاعف له المس. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني هذا يعني واضح، يعني الإنسان يعني تقرأ القرآن الله يعطيك من الأجور من الثواب لا يعد ولا يحصى، يعني هذا. ولكن يعني الذكر يعني كيف تعرف المذكور؟ كيف تستشعر وهو معكم أينما كنتم؟ كيف تستشعر وهو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ كيف تستشعر والله يحول بين المرء وقلبه؟ كيف تستشعر يعني أينما تولوا فثم وجه الله؟ كيف تستشعرها؟ كيف تفهمها؟ كيف تستشعر هذه المعاني العظيمة الجليلة؟ يعني كيف تستشعر يعني تقديس الله عز وجل؟ يعني كما قدس أبوك ونزف الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح، وهنا التسبيح والتقديس إذن هما معنيان مختلفان، يعني التقديس هو أخص من التسبيح. فيعني الملائكة يعني لماذا
لأنهم لم يعرفوا أن آدم سوف يعبد الله عز وجل من طرق أخرى ليست لدى الملائكة. فالملائكة لا يعصون الله، الملائكة أجساد نورانية لا يأكلون ولا يشربون، فهم يعبدون الله بالفطرة. لكن هذا السر العظيم في الإنسان أنه سوف يعبد الله، يعني على صفته الموجودة فيه النفس، وهو يعصي الله ويعبد الله ويصل للدرجات العلى. يعني بعد ذلك يعني ما علمت الملائكة أن هذا الخليفة يعني له جهات أخرى من العبادة وطرق ليست لدى الملائكة. فالذي يرتكب الذنب ويتوب كالذي لا يرتكب الذنب ولا يتوب، فهذا تجلى عليه الله عز وجل باسمه التواب. أول ما تجلى عليه اسمه التواب فتاب عليه، ثم تجلى عليه باسمه الهادي فهداه، ثم تجلى عليه باسم الاجتباء فاجتباه، إلى غير ذلك. فبدأت تلك الأسماء التي علمها إياه الله سبحانه وتعالى تتجلى له في حياته، يعني ليس في الجنة وإنما في حياته بعد أن نزل. ولذلك نحن هنا في هذه الدنيا ننسى هذه المعاني وهذه الأمور، يعني وننزل في الحقيقة إلى يعني أدنى معاني الإنسانية حينما لا نفهم القرآن، وحينما لا نفهم لماذا أمرنا الله بالإكثار من ذكر الله عز وجل. ويعني القول طويل في هذا المجال وعرض، لكن فاستسمحوا في الإطالة عليكم والختم بسم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اقضي عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام